رولينج. بعد انقطاع دام تقريبا 4 سنوات ونص عن عالم اليوتيوب، عدنا اليكم من جديد في برنامج حاتم العظيم. ما لحقت اعمل انترو فحاملكم انترو سريع الان. اتمنى الكل يكون بخير وامان وانه ما عم بتخلفوا الحجر الصحي، لانه مش ناقصنا اجتياح زومبيز. بالحديث عن الزومبيز، اللعبه هاي نزلت في الوقت المناسب تماما وعم تعطينا نظره مستقبليه لعالمنا الجميل اذا ما غسلتوا ايديكم. فلو سمحت روح اغسل ايديك على الاقل 20 ثانيه ولا مانع من القليل من المعقم. اليوم حنحكي عن Resident Evil 3. اللعبه هاي من الالعاب المفضله على البلاي ستيشن 1 وقضيت وقت طويل جدا وانا بلعبها وانا صغير. وعلى فكره هيك معلومه صغيره، انا خلصت اللعبه هاي من غير ميموري كارد يومين على قعده واحده، صار شكلي شبه الزومبي اصلا لما خلصت. واذا انت كمان عشت طفوله تعيسه من غير ميموري كارد، انزل لي في الكومنت واحكي لنا قصتك الحزينه. انا لما رحت حكيت للوالد بدي ميموري كارد، قال لي بالحرف الواحد وبالنص ستور يتحرق الميموري كارد. ومعلومه ثانيه، هذا الفيديو مش مراجعه، هو على الاغلب رايي الشخصي في اللعبه وايضا شويه معلومات قبل ما تشتري لعبه Resident Evil 3. فبنهايه هذا الفيديو اتمنى انه يكون عندك فكره عن اللعبه هاي وتشوف اذا هي مناسبه لك ولا لا. خلينا نبدا بشويه معلومات بسيطه. كل اللي لازم تعرفه انه هاي اللعبه ريميك للجزء اللي نزل في 1999، كان الجزء الثالث في الاصدار ولكن الرابع في الترتيب الزمني، لانه كابكوم قررت تنزل لعبه اسمها Resident Evil 0. فهم تقريبا بدوا من الصفر. 0 1 2 3 4 كلنا بنعرف نعد. وبطلتنا في هذا الجزء هي نفس بطلة الجزء الأول، كاسرة قلوب جميع مواليد التسعينات، جيل فالنتاين. ويا ريت ما كانش فالنتاين في راكون سيتي، أكثر مدينة تعيسة حظ في عالم الألعاب من بعد سايلنت هيل طبعا. وبغض النظر إذا أنت كنت موافق على اللبس العملي اللي هي كانت لابساه أو لا، في تغييرات جذرية في اللعبة غير عن اللبس. خلونا نبدأ بالسلبيات لأنهم سريعين وبديش أطول فيهم. 1، اللعبة قصيرة جدا، ممكن تخلص كل شيء فيها بخمس ساعات ونص، وفي تروفي ذهبي لذيذ إذا خلصت اللعبة بساعتين فما قدرت استحمل فخلصتها بساعتين. بس برايي الشخصي اللعبه كانت شورت اند سويت، شالوا كل المطمطه وركزوا كل الاكشن والاحداث في 5 ساعات. النقطه السلبيه الثانيه انه الحوارات بين الشخصيات كانت ركيكه في بعض المناطق، يعني اعتقد مقارنه ببعض الالعاب من الجيل الحالي الحوارات كان لازم تكون اعمق من هيك. بس هيك خلصنا سلبيات، خلينا نخش في اللغوصه. ايجابيات اللعبه، 1، طول اللعبه كنت قاعد على اعصابي ومتوتر، ما فيش مطمطه، ما فيش ركض على الفاضي، كله اكشن ورا اكشن ورا احداث ورا زومبي ورا نمسز ورا ما عنديش رصاص ولا ما عنديش علاجات، اوه لا ايش اعمل في حياتي وهيك. 2، صديقي المفضل صاحب اجمل وجه لعام 2020 النمسيس ستور. مستحيل كل مره بيطلع الانسان هذا في وجهي على الشاشه بتوتر وبضطر انه اروح اغير بنطلوني، مش طبيعي الوضع، 5 ساعات هو بيلحق فيه يا اخي. وانا بعمل ستريم على تويتش للعبه اضطريت انه اوقف اللعبه اكثر من مره بس عشان اخذ نفس من كثر التوتر ومن كثر الاحداث اللي كلها ورا بعض. فاعطتني شعور حلو انه انا لازم اخاف على الشخصيه هاي ولازم اهتم فيها اكثر. على فكره اذا حابين تشوفوا مقاطع اكثر للعبه في رابط التويتش تبعي في الديسكربشن، وانا حافظ كل اللايفات اللي انا بعملها انضموا الينا. انضموا. ثالث نقطة ايجابية هي الرسومات والجرافيكس. طبعا مش غريب من شركة عريقة مثل كابكوم انها تعطينا اجمل رسومات سواء للشخصيات لمدينة راكون التعيسة وتحطنا بجو رهيب جدا طول اللعبة، ولقد هرمنا ونحن ننتظر اللحظة التاريخية ونشوف مدينة راكون بهاي الصورة وبهاي الرسومات اللي اقرب للواقع والحقيقة. بنصحك تشتري اللعبة اذا انت من عشاق سلسلة Resident Evil وتحديدا الجزء الثاني لانه كثير قريب عليه في طريقة اللعب والرسومات. بس السؤال الذي ينطق نفسه ارضا وبقوه، هل تستحق 60 دولار؟ للاسف لا. حتى لو كابكوم دخلت لك لعبه ثانيه اللي هي Resident Evil Resistance اللي هو المفروض الاونلاين، برضه اللعبه ما بتستحق 60 دولار. ممكن تستنى يصير عليها تخفيضات 30 دولار، 35 دولار، روح اشتريها. فبعطي تقييم للعبه 7 زومبيز من 10 بسبب السلبيات اللي انا ذكرتها في اول الفيديو. بس جيل فالنتاين يا خلاص اعطيها 8 زومبيز يا اخوي. اكتبوا لي في التعليقات اذا انتم جربتوا اللعبه او لا، واذا بتوافقوا على النقاط اللي انا حكيتها او لا، ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام.